بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. إزاي نحل مشكلة الفوتوشوب؟ بما نيجي بنشغله وبيجي لك الرسالة دي زي ما أنت شايف. قبل ما أبدأ الشرح، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا على الشرح. كل اللي عليك هتحمل الملف ده، بعد كده هنفك الضغط بتاعه وهندوس استراكت هير. هيظهر لنا ملف زي ده، هننسخه نعمل له كوبي. كل اللي عليك هتدوس كليك يمين على الملف بتاع الفوتوشوب، وهتدوس على اوبن فايل لوكيشن. هيظهر لك الملفات بتاعت الفوتوشوب، هتدوس كليك يمين وهتعمل بيست، وهتدوس على كونتينيو. الملف بيتنقل معانا زي ما انتم شايفين. بعد ما اتنقل هنشغل برنامج الفوتوشوب، هتدوس كليك يمين عليه وهتدوس على ران ادمنستريتور. هتلاقي البرنامج اشتغل معاك زي ما انت شايف، برنامج الفوتوشوب بيشتغل معانا اهو زي ما انت شايف. زي ما انتم شايفين الفوتوشوب شغال معانا اهو تاني من غير اي مشاكل. بس كده يا صاحبي، لو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تعمل لي فولو.